الوقت رانا في قرطال، هذه تسمى قرطال وثاني تسمى قرط الشهداء، على خاطر رانا دوك واقفين عند الموليمه، على خاطر هذه صارت فيها معركه كبيره. ثاني على سموها قرط الشهداء خاطر استشهدوا فيها تقريبا 70 واحد، وسلكوا تقريبا حوالي واحد 15 مجاهد سلكوا منها، والمنفذ اللي كان اللي سلكوا منها هنا، هذه دخلت على قرطال، هذه هي الدخله من تاع قرطال ندخل منها. ورانا دوك متواجدين ان شاء الله بربي، راني ماشي للعقه وبالعملاقه، هذه الرسم المشهور هنا عندنا في المنطقه ان شاء الله. ومرحبا بكم ان شاء الله. بارك الله الاجمع الحضور، بعدها ان شاء الله نتفرغ للذهاب الى وجهتنا الاقرب لنا، وتصوير بعض الصور ان شاء الله في هذه الاحجار المتواجده في قارة الطالب، وبعض المناظر الطبيعيه، شجر وحجر بزاف حوايج. والان رانا في نتائجها، رانا في القاعده نتاعنا. سي محمد، بعد ان شاء الله الكاس هذا نتاع الاتاي، وين نمشوا ان شاء الله؟ احنا رانا معولين ان شاء الله بعد الجلسه هذه تاع الشاي نتوجهوا للرسم ان شاء الله، الرسم الحجري اللي هو الرسم كي قلنا العقرب العملاقه ان شاء الله. هذا الرسم هو كما نقولوا اقدم رسم على مستوى منطقه الاطلس الصحراوي هذه. هذه السلسله هذه كلها يقول لها منطقه الاطلس الصحراوي، فيها جبال وفيها مناطق سياحيه وفيها رسومات حجريه قديمه واثريه، اللي من بينها هذه العقرب العملاقه. هذه العقرب العملاقه راح نشوفوها ونشوفوا الشكل نتاعها ان شاء الله. يعني هي كما نقولوا الشكل نتاعها يجي يعني مرسوم على شكل عقرب عملاق. جاءوا هنا واحد الناس مستكشفين من بينهم هنري لوت، هذا قال على هذا الرسم، هذا قال هو كما نقولوا حيوان برمائي. كما نلاحظوا في الرسم الحجري هذا اللي هو الرسم الأكثر شهرة في منطقة الأطلس الصحراوي، نلاحظوا هنا شكل يشابه نوعا ما العقرب العملاق اللي احنا نسموها محليا بالعقرب العملاق. كان يعني في يوم من الأيام مر عليها مستكشف فرنسي ولا مستكشف هنري لوت اللي كان درس هذا الرسم في سنة 1928، مر على هذه المنطقة وكان يدرس في هذا الرسومات. يقول في أحد الكتب نتاعه يقول بأن الرسم هذا هو لحيوان برمائي، أحد اليرقانات البرمائية، يعني بحكم أن المنطقة كانت بها بحور وأنهار،
وكان الإنسان الحجري القديم كان يلاحظ بالعين المجردة ويجسد هذا الملاحظات كلها، يجسدها في صورة حجرية كما أنا نلاحظه الآن. الشكل نتاعها كما أنا نشوفه شكل يبدأ من الرأس اللي هي يعني رأس صغير، ثم يبدأ يتدرج بحلقات موسعة وكبيرة نوعا ما حتى يصل إلى المنطقة الخلفية. هنا يبدأ يصغر في الرسم ثم ينتهي بذيل كبير اللي هو يعني ذيل العقرب العملاق، وفي الأخير في الأخير يختم الرسم هذا بالصنارة. في الذيل هذا لاحظوا يعني الكثير من الخطوط العمودية. الخطوط العمودية هذه لو كان يعني يقوم الإنسان بالحساب هذه الخطوط يجد تقريبا من المؤخرة حتى مقدمة الذيل نجد حوالي 100 خط بالضبط وبالتفصيل. 100 خط هذا يعني ممكن تكون عندها دلالة، هذا الشيء يدل على أن الإنسان الحجري كان يرسم بعناية وبدقة. هذا الرسم رانا نلاحظوا فيه عملاق كبير، وحذاه يعني بجانبه رسم آخر اللي هو أصغر منه حجما ولكن نفس الشكل ونفس طريقة الرسم. هنا رانا نلاحظوا الشكل هذا، مصغر يعني حجمه أصغر من العقرب العملاقة. ممكن الإنسان الحجري يجسد في صورة للعائلة تاع اليرقانات هذه، يعني هذا صغير اليرقانة كبيرة كما أنا نشوفه، يعني هذا الحجم نتاعها صغير واليرقانة الأخرى حجمها كبير. طريقة الرسم احنا بعض الدراسات اللي طالعنا عليها، طريقة الرسم يقال أن قديما كان الإنسان يستعمل يعني حجارة، يقوم بتدبيب الحجارة، يسنن الحجارة، يخدمها يعني كي القلم، يعني كي شبيه القلم حتى يستطيع أن ينحت على الصخور. وكان بعض الدراسات الأخرى كان يقول كان يستعمل فيها يعني نوع من المواد القديمة، ممكن يعني زيت نعام أو حاجة من هذا القبيل، كان يخدم بها يعني يطلي هذه الحجارة ثم يبدأ يرسم عليها فوق الصبغ هذا، يرسم باش يكون الحجر هذا طري ويسهل عليه الرسم. أيضا لاحظوا الصخرة العملاقة هذه نظرا لعدة أسباب طبيعية وعوامل طبيعية انفصلت الحجرة عن الصخرة هذه عن الصخرة الأم، انفصل هذا الحجر عن الصخرة الأم، ممكن لزلزال قديم في عصور قديمة. على كل حال هذا الرسومات اللي رانا نلاحظوا فيها متواجدة في هذه المنطقة، منطقة قارة الطالب، يعود تاريخها على حساب المستكشف يعني هني ريلوت أو المستكشفين اللي قبله، يعود تاريخ الرسومات هذه إلى 7000 سنة قبل الميلاد، يعني 7 قرون من الآن، يعني 7 قرون خلت. هذا الشيء يعني يؤكد أن المنطقة هذه كان الإنسان يتواجد بها منذ قرون، وكان عايش هنا وكون حضارات وبدأ يطور. ولكن الشيء المهم والأهم وأن الإنسان هذا ترك لنا رسالة على شكل صورة، أعطانا فيها معلومة دقيقة جدا ومعلومة واضحة وقيمة على أن الحيوانات كل المرسومة في هذه الصخور كانت تتواجد في هذه المنطقة. ونشوفوا أيضا رسم الثور اللي رانا مرينا عليه سابقا، أيضا أسد، أيضا فيل، زرافة، يعني كانت هذه المنطقة تحتوي على الكثير من الحيوانات، وهذه الحيوانات ما تكونش إلا إذا كانت مناطق عامرة بالمياه والأنهار. في هذا اليوم يعني توجهنا باتجاه منطقة قارة الطالب وقمنا بجولة سياحية اكتشفنا فيها مناطق جميلة جدا. ما ننساش اللي ساعدونا وجاوا معنا في هذه الخرجة السياحية، اللي من بينهم أفراد الديوان المحلي للسياحة بلدية ربوات. وما ننسوش نوجه أيضا الشكر
لبلدية أرباوات اللي قاموا بإمدادنا بوسيلة النقل، والسائق اللي راه معانا بارك الله فيه. نشكر كل اللي ساهموا في هذا الإنجاز، وإن شاء الله بإذن الله راح نواصلوا وراح نزيدوا يعني إظهار العديد من المناطق اللي تزخر بها بلدية أرباوات، المناطق السياحية، وإن شاء الله نعطيكم معلومات إضافية عن هذه المناطق. فقط ندعوكم من أجل أن تقوموا بزيارة هذه المناطق وتستمتعوا جدا، لأنها فعلا مناطق رائعة بامتياز. بارك الله فيكم.